سباق لعربيات سريع جدا الناس كلها مهتمة بيه ومستنيين على نار الفايز، وتلات صحاب هانت وجانت ولوري مستنيين تحصل حادثة، والسباق بدون حوادث ممل. يجي صاحبهم نيك بالأكل، ولما يجي يقعد على الكرسي يتكسر، وحاطط هانت مشروبه الخاص في المنظار بتاعه، وميكانيكي اسمه جون قاعد قدامهم يخلي مراته تشرب مكان هانت، وراعي بقر قاعد برضه قدامهم، وأم اسمها سامانسا بتسد ودان عيالها، وفرد الأمن جورجي بيقول لواحد اسمه دانيال ينزل رجله. بتحصل حادثة خطيرة بتموتهم كلهم، حتى هانت وجانت ولوري وجورجي وكمان نيك حصل لهم كل ده. تخيل من نيك رؤية مخيفة جاتله، حتى هانت يديله المشروب وراعي البار قاعد قدامه والأم بتسد ودان عيالها زي الرؤية بالضبط. يقول لأصحابه لازم نخرج من هنا فورا، يقول له هانت مستحيل أنا مراهن على السباق ده، يقول له هتعمل إيه بالفلوس لو هتموت يا غبي. بيتخانقوا مع بعض، وبيقوم الميكانيكي جوني يتخانق معاه، وبالغلط زق نيك دانيال والأم مشيت كمان بعيالها، ويروحوا يتخانقوا مع نيك. يقول لهم في حادثة فظيعة هتحصل هنا، وفعلا الناس كلها بتخرج من الانفجار اللي حصل، عايز دانيال يدخل ينقذ مراته ويمنعه جورجي لا يموت نفسه. كوتش عربية يجي يموت مرات الميكانيكي جون في قهوة الموت بالكافيين، قاعد نيك وصحابه مش مصدقين نفسهم من اللي حصل، وكلمة سوف يأتي محفور على الترابيزة. تقول جانت انت حلمت ولا ايه يا نيك؟ يقول لها خلينا ننسى الموضوع، ويقول هانت ليه باقين على قيد الحياة؟ لو نجحنا بكده عشان احنا نستحق، الحادثة موتت 52 واحد. وتقول لوري لازم نحضر مراسم العزاء، ويرفض هانت وجانت، ويقول هانت ان عملة الحظ اللي معاه هي اللي انقذته. الموت ما فرقش بين صغير وكبير او راجل وست، والميكانيكي جون متأثر جدا بموت مراته، وتروح الأم سامانسا تشكر نيك على إنقاذها ليهم هي وأطفالها، ويجي لهم جورجي يشكرهم كمان، ويجي دانيال يقول إن جورجي سبب في موت مراته عشان منعه يروح ينقذها، ويستحلف له ويقول له دورك جاي. ونيك نايم يجي له حلم بشقة بابها أحمر وصليب معمول من الخشب وخطاف حصان وشكل كده حد هيموت في انفجار عربية. يصحى فجأة مش مصدق نفسه، ويقول يمكن يكون مجرد كابوس، ولكن دانيال مراقب بيت جورجي عشان ينتقم، ياخد خشب على شكل الصليب ويقع خطاف العربية اللي فيها خطاف حصان زي حلم نيك بالضبط، والعربية تدور لوحدها. يجري دانيال يحاول يوقفها، البنزين يسرب على الأرض وتنفجر العربية بيه قدام بيت جورجي زي رؤية نيك بالضبط. الصبح بيجي مكالمة تليفون للوري من جانت، وتقول لها افتحي نشرة الاخبار بسرعة، والشرطة بتبلغ بموت دانيال في انفجار عربية، ومش مصدق نفسه نيك، ويلاحظ ان الباب الاحمر اللي شافه في الرؤية، ويبص على مروحة قدامه. تيجي له رؤية تانية ان واحدة هتموت في كوافير، وواحد شارب سجارة هيموتها بالغلط، ويقول للوري شكل ما بيجيليش ولا كوابيس ولا احلام، دي رؤية للناس ازاي هتموت. الولدين المشاغبين بيرموا طوب على الجنايني تقع في البستان وهو شارب سجارة زي الرؤية، وتدي سامانسا ولادها فلوس يروحوا يلعبوا وهي في الكوافير، مروحة طوع قدامها كمثال وحش، ولما تيجي تمشي الطوبة اللي رماها عيالها الجنايني حدفها في الآلة عليها بالغلط زي الرؤية بتاعت نيك. جمع نيك صحابه وان الاحلام اللي بيشوفها للناس بيموتوا بعدها بسرعة. يقول هانت يعني لغيت ماتش الجولف عشان حلم؟ الناس بتموت عادي كل يوم، دي سنة الحياة. يقول نيك الناس دول اللي بيموتوا كان المفروض يموتوا من حادثة السباق بس انا انقذتهم. وتقول جانت احنا نجينا معاهم، طب كده الدور على مين؟ ولكن نيك مش فاكر، وتمشي جانت محبطة، ويمشي هانت ويقول بما اني هموت قريب يا نيك هروح استمتع بكل لحظة بقية في حياتي. يروح نيك ولوري مكان حادثة السباق يمكن يفتكروا ترتيب الناس، يلاقي جاكيت الميكانيكي جون ومنظار هانت، ويقفشهم جورجي في المكان مش مصدق حاجة منهم، بس يوريهم التسجيلات يمكن يفتكر نيك حاجة، يفتكر ان الميكانيكي جون هو اللي عليه الدور، بعد كده هانت وجانت، بعد كده جورجي، بعد كده حبيبته لوري، بعد كده هو. لو راحوا انقذوا الميكانيكي جون ممكن يكسروا مخطط الموت. يروحوا له الورشة اللي عرفوها من شعار الجاكيت بتاعه، يقولوا له حياتك في خطر، يقول مفيش اصعب من اني اشوف مراتي بتموت قدامي. يقول له جورجي انا كمان مراتي وبنتي ماتوا في حادثه عربيه. يقول جون انه كل يوم بيتعامل مع معدات خطره، فلو المفروض يموت كان مات من زمان. عجله صاحب العربيات بتفوت، ولكن العربيه تقف ما تموتش جون، ولكن موتته على الهادي برضه. يقول جورجي لازم نحذر جانت وهانت، ويقرر ان لوري تروح مع جورجي ينقذوا جانت وهو هيروح ينقذ هانت.
هانت عايش اخر ايام حياته في حمام السباحه، وجانيت وهي في العربيه تلاقي حمامه بوظت الازاز وسقف العربيه بيفتح لوحده، ونيك بيشوف رؤيا في اعلان ميه وعمله حظ هانت وماكنه شافت الميه، وجانيت هتتحبس في مغسله عربيات والكهرباء هتحبسها وهتموت غرقانه. يكلم بسرعه صاحبه هانت بس تليفونه مقفول، يقول له في رساله ابعد عن اي حاجه فيها ميه، ولما يجي هانت يشوف الرسائل ميه تترش على التليفون ويبوظ. وقالت صاحب الميه اشتغلت فعلا لوحدها. سقف العربيه بتاع جانيت رجع يشتغل فتقفله، ودخلت مغسله العربيات والميه تخش كابينه الكهرباء وتتحبس جانيت جوه، وسقف العربيه بيفتح تاني لوحده، وماسوره الميه تتكسر وتبدا تملى العربيه بتاعه جانيت، وبتصرخ ومحدش سامعها بسبب صوت المية. لوري وجورجي في الطريق ينقذوها، وهانت قاعد بيتشمس كورة جولف تتحرف عليه من السماء، تخبط عملة الحظ اللي معاه وتقع في حمام السباحة، ينزل بسرعة يلحقها وهتكون هي سبب موته اللي كان فاكرها سبب حظه. اتحشر في بلاعة المية لأنها شغالة على وضع الشفط، وجي نيك بس متأخر. دم هانت اتشفط كله، وجانيت كمان هتموت. يتدخل جورج بعربيته عكس الآلة، وتنزل لوري تنقذها وتقول لجورج هنعمل ايه دلوقتي، ايه اللي هيحصل لينا. يقول لها يمكن انقاذ جانيت كسر سلسلة الموت، او الدور هيروح على اللي بعدها اللي هو انا، بس انا مش متضايق لاني كده كده هروح لمراتي وبنتي في الجنة. عمالة تأمن اي اداة حادة ممكن تتسبب في موتهم، ونيك عمال يساعدها وتقول له مش عارفة ليه جورج مستسلم كده، لان بعده الدور هيجي عليا وهموت. هوا شديد يجي عليهم وتقع كوباية القهوة على الجرايد، تتبل ما عدا كلمة فعل وجملة تم انقاذهم، فيفهموا انه خلاص محدش هيموت وانقاذ جانيت كسر سلسلة الموت. يروحوا بسرعة ينبهوا جورجي، دخلوا بيته كله ضلمة وكمان كاس مشربهوش، ودخلوا الأوضة لقوه بيحاول ينتحر بس لسه حي. ينقذوه بسرعة ويقولوا له خلاص اللعبة خلصت، يقول لهم حاولت اقتل نفسي بالمسكنات ما متش، حتى حاولت احبس نفسي في العربية وادخل فيها مية ما متش والعربية وقفت، حاولت اشنق نفسي برضه ما متش. يقولوا له خلاص الموت مش عايزنا، يحتفلوا يشربوا كاس على هزمهم للموت، والحياة بقت فرصة تانية ليهم، عندنا حياة طويلة نعمل فيها كل حاجة عايزينها. ويقول نيك مش هضيع أيام في حياتي تاني، وهوقف كلام وهبدأ أفعال، نجحنا نواجه الموت يبقى هننجح نواجه أي حاجة تانية. ولوري في السيما مستنية جانيت صاحبتها، ونيك بيحضر الشنط عشان يسافروا أمستردام في أجازة، يحس بالهواء الغريب وصورة حد غرقان في المية، وتجيله رؤية إن في حد هيموت غرقان بسبب تصرف في السقف في مستشفى، وعربية هتخبط حد عليها علامة التعبان، فيفهم ان اللعبة لسه ما خلصتش بس الدور على مين. يلاقي في النشرة ان راعي البقر اللي كان قاعد قدامهم الشرطة انقذته من تحت حطام حادثة السباق، وهو في المستشفى دلوقتي ولازم يروح يجيب جورجي ويحاولوا ينقذوه بسرعة. راعي البقر حالته متبهدلة خلاص، وراجل عجوز بيجهز نفسه ينزل الجاكوزي، والممرض يسيب ويجيب حاجة، المية تزيد وتنزل على الارض، وتسرب نفسها في اوضة راعي البقر عشان الدور جه عليه يموت. يحاول يحرك نفسه، ونيك وجورجي في الاسانسير عشان ينقذوه، اتأخروا جدا ومات. وكده جورج عليه الدور ويطمن نيك ويقول له ما تقلقش انا لسه ما متش. عربية اسعاف عليها علامة التعبان تموته، وكده الدور جه على لوري وجانيت في المول هيدخلوا السيما. الكاوتش بتاع لوري بيشبك في السلم الكهربائي وتنقذ نفسها وتحس ان الموت لسه بيتابعهم. نظارة الشمس جات عليها تعكس الضوء على انشارت الخشب وتبدأ تولع، ونيك تحت المول تجيله عربية مطافي عليها نفس اسم الفيلم اللي هتدخله لوري وجانيت ورؤيا ازاي هيموتوا. مسامير وانفجار، وعربية البنزين ترش لوحدها على الأرض، وتقول لوري لجانيت لو فاكرة إن نيك بيشوف إشارات للناس قبل ما تموت فأنا كمان حاسة بكده، والنار بدأت تولع في مخزن المول. ويجي نيك للوري ويقول لها جورجي مات، والنار عمالة تزيد. ينصحوا جانيت تهرب معاهم، ترفض لأنها خلاص زهقت من لعبة الموت دي. انفجار السيما حصل في الواقع، ونيك عايز ينقذ لوري قبل ما السلم يشفطها. وللأسف فشل، وطلع كل ده رؤية. يروح مخزن السيما يلاقي النار مولعة وبراميل قابلة للاشتعال تكفي تدمر مدينة كاملة. يحاول يشغل الانذار بس بايظ، والنار عمالة بتزيد. يحاول يطفيها، الطفاية تقف، وترابيزة عليها مسدس مسامير بتتحرك عليه.
تهجم عليه وتدبس ايده في الحيطة، وبراميل الاشتعال اتخرمت والنار لسه شغالة، ويلاحظ ان طفاية النار الاوتوماتيكية هي الحل، وبما انها حساسة للنار يمسك خشبة مولعة ويحاول يقربها للانذار، والبنزين بيقرب على النار وبيولع، وجاي عليه في اخر لحظة المية بتشتغل وطفت النار وانقذ لوري وجانيت. بعد اسبوعين يلاحظ نيك ان عمال البناء في خطر لان الحديد اللي واقفين عليه مهزوز، ويدخل قهوة الموت بالكافيين ويلاحظ صور الحمام بتاع السباحة اللي مات فيه صاحبه هانت، والفيلم اللي المفروض كان ماتت فيه لوري، والسباق اللي كان المفروض كلهم يموتوا فيه، والترابيزة المحفور عليها كلمة جاي مشطوبة وبقت جاي دلوقتي، ويقول لأصحابه ماذا لو لم نغير شيء، واحنا حسب مخطط الموت كان لازم نبقى نموت هنا أصلا. عنده حق، والموت ما بيسيبش حد.